هنا كوكب سنفر المدهش بخيراته ومخزونه الكبير من الثروات الطبيعية المفيدة للبشرية والتي لم يكتشفها أحد من أهل الأرض حتى الآن. سمي هذا الكوكب بهذا الاسم نسبة إلى قائده العبقري سنفر، والذي يهوى التجارب العلمية المعقدة، وآخرها تجربته على أخيه الصغير بنشر. تدري يا بنصر، أنا مسوي تجربة علمية معقدة لبنشر، راح يخليه يصير طبيعي مثلنا. إيه، راح يصير مثلنا طبيعي طويل. شف 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 ها شف. يلا 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 يلا. شف شف. هذا العصير من خبراتي. بنشر! ايوه! بنشر، انا اشوفك انك اكثر مننا! يا خالد، انا جيت من زمان! لا اسمع، انا سويت لك تركيبة علمية معقدة! يا سلام! ايه، وراح تصير مثل طولنا طبيعي! يا سلام، مزبوط! يا سنفر! بس انا خايف يا سنفر، انت كل مرة تفشل! لا لا تخاف، ذي المرة ما راح نفشل، هذه انا تعبت عليها سنين وانا جالس افكر فيها. بس اسمع يا بنشر، لا تاخذها كلها، بس تشربها شوربة واحدة ولا سمبوسة؟ سميه تفضل امسك. شكرا يا سنفر. بسم الله. بس متأكد يا سنفر؟ ايه متأكد، انا مجربها. يلا بسرعة، اصير زيكم، بتصير زينا طبيعي. يلا بسم الله. يلا. ايه، لا شربة واحدة. لا يا خدامة هلو يا اخي. يا نكبة شنفر، يا نكبة، وش سويت فيني يا شنفر؟ الله ينكم، كيف صدق انت؟ انا قايل لك شربة واحدة. انت ورعت.